مكملين بصباحنا معكم مشاهدينا، ودائما مع بداية العطلة الصيفية إذا بيكون في عندهم الأهالي هيدا البحث الدائم عن أماكن يكون فيها نشاطات تعليمية ترفيهية لأبنائهم ولأطفالهم. دائما جمعية مكتبة الأطفال العمومية عم بتكون هي جاهزة لتقديم هيدي النشاطات الترفيهية التعليمية اللي دائما في عندهم أشياء جديدة وخاصة بفترة الصيف. حلو كتير، دائما يعني هيك يكون في مكان واحد يجمع أكثر من نشاط، أكثر من قصة، أكثر من شيء، فهذا كتير مهم. وعلى فكرة الأهالي يعني بيبحثوا عن هذا الموضوع، هذا التنوع المعرفي خلينا نقول بمكان واحد. مثل ما ذكرت رح نحكي أكثر بتفاصيل لهذا الموضوع مع ضيفتنا بالاستديو فاطمة شحرور المدير التنفيذي لجمعية مكتبة الأطفال العمومية. بنقول لك أهلا وسهلا فيكي. أهلا وسهلا، يسعد صباحك. أهلا وسهلا، شكرا. يسعدنا صباحك يا رب. بداية خلينا هيك نتعرف عن مكتبة الأطفال العمومية، أنت تأسست، كيف تأسست، شو كان أهدافها من بداية تأسيسها؟ جمعية مكتبة الأطفال العمومية أول مكتبة تفاعلية بسوريا، أطلقت بال 2007، تم افتتاحها من قبل السيدة الأولى، كانت تحت مسمى جمعية قوس قزح لطفولة أفضل. بسبب ظروف معينة انبثقت لاحقا جمعية مكتبة الأطفال بال 2013 تحت مسمى جمعية مكتبة الأطفال العمومية. أهداف الجمعية، شعار الأساسي هو من حقي أن أقرأ، من أهدافها هو تقديم الخدمات الثقافية الاجتماعية الترفيهية للأطفال والناشئة، وضع مصادر التعلم الإلكترونية والورقية كمان بمتناولهم، إنشاء المكتبات المتنقلة والعامة، افتتاح المراكز أو إنشاء المراكز الثقافية أو الفنية المهنية الخاصة بهذا الإطار، بالإضافة لأنه هي بتعمل دورات خاصة بالتربويين أو بالأصحاب الاختصاص بمجال الطفولة. هيدا بالعموم أهداف اللي تنطلق منها مكتبة الأطفال العمومية. طبعا نعرفها بالمكتبة في أقسام، ودائما بيكون في أشياء جديدة عم تنضاف للمكتبة، فخبرينا عن هيدي الأقسام هلأ وفترة الصيف في أشياء جديدة انضافت هيدا العام؟ هلأ الأقسام الأساسية للمكتبة هي موزعة على نظام الأركان، عنا ركن الطفولة المبكرة، هيدا الركن للأعمار الثلاثة لست سنين، بيتميز بأنه تصميمه مناسب لهذه الشريحة العمرية، يعني رفوف الكتب هي واطية على مستوى طول الطفل، المحتوى اللي بتكون قصص الإسفنجية اللي فيها قصص فيها صور أكثر من الكلمات، يقدر الطفل لما هو يفتح هذه القصة يشوف شيء يلفته أو شيء يعلق بمخه يعني أو بذهنه بمساعدة الأم. طبعا قسم الطفولة المتوسطة بيحتوي كمان على مجموعة غنية جدا من القصص المتنوعة اللي بتغني فضول الطفل، في موسوعات عن الفضاء، جسم الإنسان، الأرض. قسم اليافعين، والقسم اليافعين فيه هلا هم بيصير موضوع القصص الروايات اكثر، بيصير اهتمامه الغاز مثلا، الخيال العلمي كمان مجهز او مزود بهيدا هيدا القسم بهيدي العناوين، بالاضافه لقسم خاص للمرافقين، اهل اب ام الكبار، في كتب خاصه بالثقافه بالتربيه بعلم النفس حدا اللي جاي مع هيدا الطفل، كمان في له شيء مخصص. في قسم تفاعلي كمان نعمل فيه الاحتفاليات، الانشطه، مسرح الدمى، غرفه الموسيقى كمان تم تجهيزها مؤخرا بمجموعه من الوسائل التعليميه والموسيقيه كمان للاطفال اللي عندهم هيدا الاهتمام. حلو كتير. اليوم يعني اسم مكتبة دائما نحن بيخطر على بالنا مباشرة بس كتب ومطالعة، هيك يعني هي المفهوم السائد عننا، ولكن المكتبة اليوم عم تجمع كتير من الأنشطة بكتير من الفنون والرسم، المسرح، القصص، وكتير شغلات وحتى الكترونيات. طيب نحن الفئات اللي بنستهدفها مين؟ الفئات العمرية، الفئات المجتمعية، مين اللي بنستهدف بها؟ هلا مثل ما ذكرت حضرتك هي كمكتبة هو أساس وجودها وأساس إنشائها هو الكتاب، فنحن بكل فقراتنا بكل أيامنا بكل فعالياتنا بنأكد دائما على أهمية الكتاب بحياة الطفل. لازم يعرف إنه هو جاي على مكتبة، يعرف شو يعني مكتبة عامة، كيف هو يستفاد من خدماتها، هي بالدرجة الأولى. ولكن الجزء التفاعلي اللي هو الأنشطة كمان هو مطلوب، لأن الطفل ما فيه كل وقت يقعد عم يقرأ، فأنت بتهيئ له هيدا الجو الثاني او مجال الانشطه لهو حتى يستفاد من هيدي الناحيه حسب اهتماماته وحسب ميوله. في انشطه ترفيهيه فنيه مثلا لحتى هو يفرغ طاقه، لحتى هيك يتسلى نوعا ما. في انشطه موجهه كمان تعليميه مثل الشطرنج، مثل الخط، مثل
حساب ذهني، عندنا هلا كمان انشطه الروبوتيك والبرمجه يلي كثير اخذ صدى عند الاهل. من اي عمر يعني الفئه المستهدفه العمريه ولا ما في عمر؟ هلا برنامج الانشطه بيكون مفصل ومنظم كل نشاط حسب الشريحه العمريه، نحن بنستقبل كانشطه من عمر 3 سنين لعمر 14 15 سنه. بيكون احيانا في يعني اطفال يعني عندهم هذا الفضول ليدخلوا مثلا بالروبوتيك وانما عمرهم ما بيناسب، بيصير في يمكن بيقدروا يدخلوا او يتابعوا؟ لا من هون نحن بنحدد بكل نشاط الفئه العمريه اللي ممكن تستفاد من هذا النشاط، يعني بقول روبوت من الخمس سنين للأربعة عشر سنة، خمس سنين قادر ياخذ المبادئ الاوليه فانا بستقبله، لما اصغر يعني نحن بنرجع لفائقة الطفل، حتى اوقات الاهل بيقول لك انه معلش لو اصغر انه خلونا نسجله، فهون الغايه لا مو بس انه يقطع وقت او يدخل على النشاط، لا نحن بدنا في فائده لازم يحققها هذا الطفل من كل نشاط. تمام. حلو كثير. ذكرتي انه في انشطه ممكن تكون مستقله للاهل، ممكن تكون انشطه للاهل مع ابنائهم، نحكي اكثر عن تنظيم هيدي الانشطه، كيف بيتم الدعوه للنشاط كونها هي جمعيه عامه كمان؟ تمام، نحن انشطتنا بتنزل شهريا ببرنامج شهري مفصل محدد كل فئه عمريه شو النشاط المحدد لها. طبعا كمان بنحرص بشكل دائم على انه الاسره تكون مشاركه بأنشطتنا. المكتبة من تأسيسها دائما تحرص على هيدا الجسر الآمن اللي تبنيه مع الأسرة، الأسرة لما بتأمن بهذا المكان لما بيكون عندها ثقة فيه فهي بتكسبيه لقدام وهي الشريك بنجاح الجمعية. من أجمل الإنجازات حقيقة لما بتشوفي الأسرة كلها يعني جاية وجايبة طفلة على المكتبة بس بهدف إنه فعلا هي تستفاد من خدمات المكتبة، فهيدا هيدي ظاهرة كتير حلوة بنحاول ننميها نحن ونأكد عليها حتى تستمر. بيكون في أنشطة حتى للطفل بس بنكون نحن ضمن النشاط فيه هدف إنه الأم تساعده، الأم تكون مشاركة بهذا النشاط، هيدا الشيء كتير بيعزز روابط بين الطفل والأم وبيشجعه بيعطيه ثقة بحاله بينبسط إنه الماما قاعدة عم بتشارك عم بتساند عم تساعدني. حلو كتير. طيب اليوم كل الكتب هي الموجودة ضمن المكتب هي باللغة العربية أو ممكن في إشراك للغات تانية؟ لا طبعا القسم الأكبر باللغة العربية بالإضافة للغة الإنجليزية واللغة الفرنسية ومجموعة متواضعة باللغة الروسية. حلو. وعم بيتم تعليم الأطفال ولا لا؟ يعني الطفل اليوم يعني ممكن نعلمه بمهارات بسيطة أسس معينة للغة أو لا خلص هو إذا متعلم بيقرأ اللغة اللي بده إياها؟ هلا هون بيرجع لبيئه كل طفل، في اطفال بيكونوا مهيئين جاهزين للقراءه باللغه الانجليزيه فهن اللي بيستعيروا اكيد بمساعده الام بتوجيه الام. باقي اذا هو حب يقرا بالمكتبه مثلا احنا ممكن نسانده ممكن نساعده نوجهه للقسم او اللي مناسب لعمره بهيدا الاطار. تمام. نحكي اكثر عن موضوع الكتب، مصدرها، انتقائيه الكتب الموجوده ضمن المكتبه وايضا موضوع الاستعاره الخارجيه، في هيك شيء بالمكتبه خبرينا؟ طبعا طبعا. هلا المكتبه بالدرجه الاولى هي مكتبه عامه مثل ما قلنا فهي متاحه للمطالعه الداخليه لاي طفل حابب يقرا ويطالع ضمن المكتبه. الكتب حتى توصل على الرفوف تمرق بعدة مراحل بدءا من انتقاء العناوين المناسبة اللي بتناسب سياسة الجمعية بتخضع لتصنيف وفهرسة وبعدين تدخل على الرفوف. الطفل إذا حب يستعير قصة لبرات المكتبة هيدي اسمها استعارة خارجية متاحة وفق بطاقة استعارة رمزية جدا على مدار السنة، خلال هيدي السنة ومن خلال هيدي البطاقة هو بيقدر يستعير هيدا الكتاب على مدار السنة لمدة 20 يوم أقصى حد أو فينه كل يوم هو يبدل الكتاب ويرجع. ذكرتي حضرتك أنه حريصين جدا على عملية خلينا نقول بتمرق بيمرق الكتاب على اكثر من خلينا نقول شو بسموه فهرسه او فهرسه وتصنيف فلتره خلينا نقول لحتى لانه في كثير من الكتب هي للاطفال على اساس ولكن هي وبمتناول الاطفال ولكن هي غير صالحه للقراءه لاطفالنا، نحن كيف بنكون حريصين على هذا الموضوع؟ هلا اكيد بده يكون في متابعه دقيقه لهذا الموضوع، يعني ممكن نضطر نقرا كل القصص اللي احنا بدنا نزودها نكون مصدرها موثوق المضمون يعني نتابع المضمون قدر المستطاع، وحتى اذا يعني ممكن يعني الواحد يزهى او يمرق كتاب فممكن الاهل هنا ينبهونا انه هيدا الكتاب فيه مثلا كلمه او جمله او كذا فبيتم سحبه لهذا الكتاب ما بيضل على الرفوف. التعامل بمرونه مع هاي القصه بحيث نكونوا حذرين جدا طبعا على طبعًا ما يكون في اي تجاوز طبعا يعني اي الكتب الدينيه الطفولة. او العلاقه بمضامين ما بتناسب الطفل او ما بتناسب المجتمع فاكيد ما بتدخل اصلا على المكتبه. اذا بدنا نحكي شوي بالكادر الموجود ضمن المكتبه اللي هن الكادر التطوعي عن اليه التقدم للمكتبه، تدريب المتطوعين ايضا للقيام بالانشطه، في معايير معينه لازم تكون موجودة.
هلا بالنسبه للمتطوعين، نحن في جانبين، المتطوع صاحب الخبره اللي حابب يقدم نشاط او يقدم خبره هو بيمتلكها يستفادوا منها الاطفال، بيطرح الفكره من خلال مقترح النشاط، فيه شويه تفاصيل عن مضمون النشاط، شو الفئه المستهدفه، شو الهدف اللي بده يحققه هذا النشاط، واذا تمت الموافقه عليه طبعا بيخضع لمعايير عديده، بعدين بينزل حيز التنفيذ. في المتطوعين اللي هن بيكونوا اغلبهم مثلا طلاب جامعه عندهم وقت فراغ، حابين يستثمروا وقتهم يستفادوا ياخذوا خبره او هيك، حابين التعامل مع الاطفال، كمان هيدا المتطوع بيقدم طلب تطوع وبنستفاد منه وهو بيستفاد من المكتبه بالاوقات، الفعاليات، المعارض، بيكتب خبره وبنفس الوقت بيساعد بعمل فعاليات اكثريتها عم بتكون داخل المكتبه ولا في فعاليات عنا خارجيه؟ الاثنين ناحيتين يعني، بالمجمل اغلبها بتكون ضمن المكتبه او ببهو المركز الثقافي، مثل معرض الكتاب الرابع اللي تم الصيف الماضي، وحاليا ان شاء الله عم نحضر له بهيدا الصيف معرض الكتاب. فالانشطه متنوعه، ممكن تكون داخل المكتبه، ممكن نحن نطلع على اماكن ثانيه خارجيه كمان ننفذ انشطه او نعمل شيء مختلف. في دورات تعليميه ضمن المكتبه بهيدا الموضوع، خبرينا اكثر، يعني ممكن يكون في اشغال يدويه مثلا يقدروا ايضا الكبار يستفادوا من هيدا الموضوع، في هيك شيء ضمن المكتبه؟ هلا بشكل عام بنحاول قدر المستطاع مثل ما قلت لك نحن نجذب او نستقطب الاسره ككل، ممكن يكون مره يعني مثلا احدى المرات في انشطه للكروشيه او صناعه السيراميك مستهدفه الام وبنتها، فهون يعني انت بتكوني خدمتي الطرفين. في كتير أنشطة ممكن تكون بهذا التوجه قدر المستطاع، أنه تستفادي أنت، تستقطبي الأسرة كلها، حتى مثلا معرض الكتاب أنت عم منشوف الأسرة والطفل جايبين مصطحبين ابنهم على معرض طفولة، معرض خاص بكتاب الطفل، لأنه هو الطفل ينتقي لحاله الكتاب، يشوف يعني معرض متخصص بمضمون الطفل، فهذه ظاهرة كتير حلوة. في تركيز على المميزين أو المبدعين او لا؟ يعني خلينا نقول يعني الكل عم بيكون واسيه بالموضوع. هلا اكيد الطفل المتميز اللي عنده شيء يعني بنحاول نضوي عليه بطريقه ما، يعني من احدى الطرق انه نحن عملنا زاويه خاصه اسمها زاويه مواهب، فاي طفل عنده موهبه عزف، غناء، حابب هو القاء شعر بطريقه معينه، نحن بنخليه يعرض هيدي الموهبه قدام اطفال ثانيين، بيشوف حاله، بيكتسب ثقه بنفسه، وبيشجع غير اطفال كمان لانه ينموا مواهبهم. حلو. موقع يعني المكتبه ضمن المركز الثقافي ايضا هيدا الشيء عم بيقدم يمكن خدمات اكثر للطفل، كونه كمان في عندنا نحن مسرحيات يمكن كمان، ومعهد العجان، وجوده ضمن هيدا المكان، مكان واحد خلينا نقول، عم يجمع كل هدول القصص سوا، ايضا بيفيد هون يمكن الجمعيه، بيصير في لها رواد اكثر، في بيصير في الاطفال واهاليهم يتعرفوا اكثر على الجمعيه وشو عم بتقدموا. خبرينا عن الانشطه، يعني هلا نحن مثل ما قلنا بلشنا فتره الصيف والاهالي دائما ببحث عن هيدي الانشطه التعليميه الترفيهيه لاطفالهم، فانشطتكم انتم هيدي الفتره شو هي؟ هلا اكيد بدنا نوجه شكر لمديريه الثقافه لانه هي محتضنه مكتبه الاطفال، الحقيقه هن دائما داعمين ومواكبين لاعمالنا وداعمين بكثير مفاصل. الأنشطة بشكل عام مثل ما خبرتك بتتنوع بين ترفيهي موجه أو تعليمي أو تنمية قدرات وخبرات، في كتير يعني برنامج الأنشطة غني هيدي السنة، مثل ما حكينا ممكن رسم، ألوان، تنمية مواهب مثل تعليم أساسيات الرسم، الشطرنج، روبوتيك مثل ما خبرت حضرتك، كمان مسرح، في كثير كشاف، يمكن في نادي الكشاف تم اضافته جديد على الانشطه ضمن الجمعيه، يتعلم الطفل شو يعني مبدا الكشافه، شو هي الروح الاخويه. كثير حلو. والجميل ايضا بالقصه كلها هو غير انه الموقع هو بمنتصف البلد يعني وقريب تقريبا من كل المناطق الموجوده ضمن مدينه اللاذقيه، لكن حتى الديكور، الوسائل الموجوده، الزينه، يعني كلها هي ادوات جذب للاطفال. طبعاً. طيب نحن كيف نكون حريصين ايضا على سلامه الاطفال او خلينا نقول على التعامل مع الاطفال داخل الجمعيه؟ الحقيقه هون في دور كبير للكادر، يعني من اول ما بيدخل الطفل على المكتبه فهو حيسمع القوانين العامه للمكتبه، ممنوع الركض، ممنوع الاكل، نحافظ على الهدوء، طبعا بدنا مسانده الاسره بهذا المضمون لحتى هذا الطفل شوي شوي يتعلم شو القوانين، يعرف كيف هو يستفاد من خدمات المكتبه ويستفاد من تواجده فيها.
عم بيكون في اقبال على هيدي الانشطه مثل الشطرنج؟ يعني هي بشكل دائم عم بتكون هيدي الدورات عند الطفل، يمكن الطفل بيدخل ما بيعرف المبادئ، بيتعلم وبيكمل مع الاشخاص الموجودين. ايه طبعا، نحن لما بنفتح اي دوره او اي نشاط بيكون في شيء خاص للمبتدئين اللي ما عندهم اي مفهوم مسبق، وبكون مجموعه اذا في حدا عنده خبره او متقدم، فحسب كل نشاط. طيب والاعداد، يعني احنا اليوم فينا نستقطب اعداد كبيره او في اعداد معينه او في مواعيد مثلا، كيف ممكن ننسق هذا الموضوع؟ طبعا كله بيكون مرتب خلال البرنامج، مجموعات محدده بحيث اذا زاد العدد كثير حيفقد النشاط هدفه، يعني ما راح يحقق. بيصير في تسجيل مسبق للاطفال؟ ما شرط، نحن حتى اذا صار تسجيل زائد او عدد زياده فنحن بنقسمهم مجموعتين بنحدد موعد ثاني. فما بنخليهم يعني يفوتوا بهذا. حلو. زوار العابرين يعني اللي جايين يستكشفوا ايضا الجمعيه وشو في انشطه ايضا، كيف هم بيكون التعامل معهم؟ في حدا بيشرح لهم يعني عن هيدي القصص؟ في كادر هون مثل ما قلنا الكادر المتخصص الموجود ضمن الجمعيه بيكون مسؤول عن الموضوع؟ تماما، هن الكادر الموجود الموظفين هن مسؤوليتهم، اي حدا جديد حابب يتعرف على المكتبه بياخذوه بجوله بالمكتبه، بيعرفوا على خدماتها على برنامج الانشطه ليعطوا هيدي الصوره يلي بتليق بمكتبه الاطفال. طيب ونحن اليوم إذا بدنا نحكي مثلا على سبيل المثال عن مواضيع مبتكرة، وخاصة أنه نحن بعصر السوشيال ميديا وعصر الـ يعني التطور التقني، خلينا نقول شو الشغلات اللي دخلناها للمكتبة تقنية أو حديثة ممكن تكون بتساعد الطفل؟ يعني هلا نحن حتى بنبلش من النشاط، يعني النشاط الطفل هذا العصر ما بقى مثل الطفل من 10 سنين. طفل بدك انت تعرفي كيف تتعاملي معه، كيف توصلي له فكره النشاط، فاغلب انشطتنا بتاخذ طابع تفاعلي، يعني ما في انه والله يقعد تلقين وحفظ وبصم كذا، لا، اي نشاط بده تفاعل بده حركه، خاصه انشطه الطفوله المبكره بالمركز الرئيسي وبمركز دار وبلاحيه بسنادة. دائما التعلم عن طريق الوسائل التعليميه، عن طريق اللعب، عن طريق يعني اليوم كان نشاط الطفوله المبكره بالطحين، يعني هن عم يتعلموا، يعني حاطين لهم طحين او بالرمل مثلا، فانت بدك تشوفي الطريقه يلي تقدر توصلي الفكره فيها لطفل هذا العصر. نحاول اكيد نبعدهم عن الاجهزه الالكترونيه قدر المستطاع، مثل ما نحن بدنا نعمل ماراثون القراءه مثلا، فهو شيء مشجع للطفل انه يرجع يتعاطى مع الكتاب، يرجع يحب يرتاد المكتبه يطالع لحتى يشوف انه لما هو بيتعاطى مع الكتاب وبيتعامل معه هو المستفيد، يعني هو اللي حيحقق فائده، حيحقق شيء جميل. كمان نادي الروبوتيك، يعني لما هن عم يتعلموا انواع الروبوتات والبرمجه وكيف يعملوا مهمات لهذا الروبوت ينفذ مهمه معينه، فهذا انجاز كثير مميز، هو عم يستثمر التكنولوجيا بس بطريقه ايجابيه بعيدا عن الموبايل. كثير حلوه هذه الانشطه، يعني وهي فعلا يعني بتجذب الاهالي لحتى اكيد يستكشفوا اولادهم اكثر وياخذوهم على هيدا المكان. ايمتى ببلش الدوام؟ لايمتى بينتهي دوام الجمعيه مشان نعرف اكثر بالصيفيه كيف؟ للخميس من الساعة 10 للساعة 4. حلو كثير، يعطيكم الف عافية. فعلا نحن اليوم بحاجة دائما لحتى يكون في عنا اهتمام بالاطفال وبالطفولة وتربيتهم بشكل صحيح وبشكل مثالي لحتى فعلا ينهضوا، لانه هن الجيل القادم. فشكرا كثير لكم ويعطيكم الف عافية يا رب. شكرا لكم وعلى مواكبتكم ويعطيكم الف عافية. شكرا. شكرا لك فاطمة شحرور، حضرتك المدير التنفيذي لجمعية مكتبة الاطفال العمومية، ويعطيكم الف عافية. شكرا. شكرا لك.